السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الدرس ده هنعمل طريقة الكم القطعتين البسيط بطريقة سريعة وسهلة. هنجيب الكم بتاعنا، أول حاجة هنعملها هرسم خط في ربع المسافة. ربع الخط ده هاجي هنا، هو الخط عندنا هنا حوالي 52، الخط ده كله حوالي 52، هقول له 52 على الأربعة هيديني الربع، ونفس الكلام من هنا برضو هقول له من النقطة دي. هنا هو عندنا 32، أنا هقول له 32 على الأربعة بالشكل ده. وهعمل برضو سبليت للخط، انترسيكشن اللي هو تقاطع الخطوط، هعملها هعمل التقاطع هنا انترسيكشن برضو بالشكل ده. يبقى هو كده فصل لي النقط دي. انا عشان مدرج الكم هشوف بس التدريج ماشي مظبوط ولا لا بعد ما عملنا التقاطعات دي. تمام اهو. اجي اقول له النقطة دي اعملها لي نقطة تدريج، نقطة التقاطع دي هخليها نقطة تدريج عشان اظبط التدريج عليها، ونفس الكلام برضو هنا. وابتدي اخد كوبي من نقطة التدريج دي واحطها على الخط ده، ونفس الكلام اللي هنا برضو بالشكل ده. يبقى كده التدريج بتاعنا مظبوط. هاجي اخد هشيل ال هخف التدريج بس كده. هاجي اخد ميرور للخط ده من كرييت ميرور، اقول له الخطوط دي وبلاش اللي تحت ده، لان يعني كده كده احنا هناخده على الخط اللي هنا. عمل لي كده، اوصل بس الخط ده للاخر. كده تمام. هنا بس مش مظبوط، فهاجي عند الجريد انترسيكشن على الاكس وكده ظبط لي النقط على بعضها في التدريج كمان. هاجي هنا بقى هاخد القصة دي تريس من تريس كده، هاخد القصة دي كلها واخد الخطوط الداخلية دي. عندي الجزء ده كده فصلته، الشكل ده برضو. مدام طالما انا مدرج الكم او مدرج اي قطعة لازم اشوف اي تغييرات فيها، اشوف التدريج بتاعها مظبوط ولا لا. طيب التدريج تمام. دي الخياطات انا هخفيها دلوقتي مش محتاجها. التدريج كده تمام. هبتدي اخد اعمل بنسة بتفتيح من ادفانسد،
هاجي add with following، يعني هضيف بنسة مع التفتيح، هقول له مثلا على ارتفاع او على مسافة 30 سنتي بالشكل ده، بيقول لي هنا ايه النقطة المقابلة ليها للبنسة، هقول له مثلا الجزء اللي هو برضو قدام هنا على مسافة 30 سنتي برضو، هيقول لي هنا فين المنطقة الثابتة، هقول له ثبت لي الجزء اللي فوق ده، عايز هنا الخطوط الداخلية، هقول له الخط ده والخط ده، له اوكي. كده عمل لي البنسة زي ما انتوا شايفين. مكان البنسة هنا، عايز مثلا البنسة قد ايه، هقول له 4 سنتي او 3 سنتي حسب ما انا عايز، اقول له اوكي. طول البنسة هسيبها زي ما هو، اوكي. كده عمل لي البنسة اهي. انا مش محتاج البنسة في حاجة، ممكن اقفلها. بالشكل ده، وهلغي النقطة دي. كده أنا ببص بس على الجريد، تمام. أنا بس هلغي، هشيل الجريد، وأنا مش عايز النقط دي في حاجة، خلاص. أنا كنت عايز كل ده الدوران. هوصل بس دي بالشكل ده. هبتدي اطلع القصة بتاعتي اللي جوه دي من بأمر تريس. واعمل لها فليب موديفاي، فليب، احدد اونلاين على الخط ده، اوكي. وبعد ما دام انا عملتها فليب وعايز اثبتها على كده، لازم اعمل لها ري لاين على الري لاين الجريد. الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهلغي طبعا الخطوط اللي ملهاش لازمة جوه القطعة دي. كده احنا عملنا الكم بطريقة سهلة وبسيطة، كم القطعتين. طبعا هنا بقى الخطوط الزيادة دي عشان الخياطات، وانا ممكن اضيفها مش متضافة كلها في جميع القطع اللي احنا قصيناها، يعني زي ما انتوا شايفين، فعادي ممكن اضيفها. مثلا اقول له مثلا في الاتنين سنتي، اقول له سنتي ونص فلنفرض يعني، وهنا سنتي ونص نفس الكلام. ممكن ازود في التانيات شوية، تانية الكم، تانية الاسورة، خليها 3 سنتي بالشكل ده.
وممكن أتمم برضو على الجريد لو أنا عامل له تدريج. بس هلغي الخياطات عشان نبقى شايفين، ولو عايزين نتأكد إن التدريج بتاعنا مظبوط أجي مثلا عند الكم الأساسي بتاعنا اللي هو ده، وأجيب الجريد أقيس الخط القديم هو ده، والخط الخطوط الجديدة اللي احنا عملناها بالشكل ده، هنلاقي كده التدريج مظبوط 100%، مفيش فرق خالص. لو لاحظتوا هنا هتلاقيها اصفار، يعني الكم ده بتدريجه زي الكم ده بتدريجه. وبكده يبقى عندنا كم القطعتين بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة في نفس الوقت. الطريقة التانية وهي الأسهل والأسرع، هنجيب الخط زي ما عملنا المرة اللي فاتت، هنجيب الربع بتاع الخط ده اللي هو مثلا 52 على 4، ونفس الكلام الناحية التانية، اتنين وتلاتين على 4. عامل الجريد بتاعهم intersection، بالشكل ده. هاجي هنا بقى هعمل من امر سبليت للقطعة، سبليت اونلاين، اقول له الخط اقسم لي على الخط ده، هيعمل لي هيفصل لي القطعتين بالطريقة دي. هاجي عند امر اونلاين هيقول لي فين الخط اللي انت عايز، او الخط ده الخط الثابت هيكون ده، هقول له اعمله لي على مسافة 3 سنتي مثلا فرضا، اعمله بالشكل ده. ونفس الكلام في القطعة التانية، وبالطريقة دي يبقى احنا عملنا برضو الكم القطعتين بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. ترجمة